تجرى اليوم قرعة ل32 فريقا من أقوى الأندية العربية لبطولة العرب بالقرعة التي ستقام في جدة بمشاركة ناديين عراقيين، وستلعب البطولة بنظام الذهاب والإياب حتى الدور النهائي، ولا يكون هناك تجمع للفرق في مكان واحد على غرار البطولة السابقة. وسيشارك بطل الدوري العراقي للقوى الجوية في البطولة العربية بنسختها الجديدة، وهو تحد جديد للصقور للوصول بعيدا في البطولة العربية، إضافة إلى نادي النفط. وستبدأ المسابقة هذا العام يوم الأربعاء بالثامن من شهر آب المقبل، وستستمر حتى 28 و29 من أبريل من عام 2019.